حي على الصلاة. عمود الدين وشعار الإسلام وسبيل الجنة إنها الصلاة. ومن عظم منزلة الصلاة في الإسلام أنه لم ينزل بفرضيتها ملك كغيرها من الأحكام، بل خاطب الله تعالى بفرضيتها نبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد أن عرج به إلى السماء، وهو أمر اختصت به الصلاة من بين سائر شرائع الإسلام. ومما يدل على مكانتها في الإسلام أنها عمود الدين، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. أنها تأتي بعد الشهادتين لتكون دليلا على صحة الاعتقاد وسلامته، وبرهانا على صدق ما وقر في القلب وتصديقا له. والصلاة شعار الإسلام الذي يميز المسلم من غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ويمحو الله بالصلاة الخطايا ويرفع بها الدرجات. ومن ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان رضي الله عنه: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك.